kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaasha qiimaha badan ee ku xiran jurnaalkayga ama social media facebook iyo meel walba waxaa sharaf ii ah maanta inaan xafiiskiisa xarunta dv center aan ku soo booqdo maamulaha ahna madqana mid ka mid ah howlwadeenada dv center sidoo kale ah dadka ikhtiraac leh ama wax la yiraahdo كتاب كلاود أو أح أب حقيقة أديات وأنفعل دونه دلانك الصوماليات مركو قرصو أدبان كذا ماذا علني يا عبد الفتاح ما صدق هاي إندوس كسرو ستوكهولم وده عبد الفتاح وحن ربع إنن دور الريموت مهمة عن كاورست هرتا أنت أنا نقلن برامج كواكم عبد الفتاح عبد الفتاح وعبد عيال له and businessman دور وحنا استوكم كسمينا ساشكت هذا ديفي سنتر وحوي ميلو تلقى لنا يرضى أو محوها disability كأ إن الله هايو تحسن disability يعني عن وحبق بس كلين أما هي رح نافها exactly ها تحسن ودنا and شركة كلا إذا هم شانس ليرضى أو محوها ده كوي إلى الجورو جود أي روسا هايو يو هذا نوحان سمينا up ليرضى كتاب cloud كتاب كلام ركوا حواي أب لقيت جيسنا بوقت لقينا آخر سنة يا خاصة بوقت الصومالي ده حرمنا إن مال سو كانوا قفل بالصومالي أو كده جيسكروا وده لا دون أحسن برامج كان كتاب كلاود أب كأه اللي قد الصومالي جي أتكو أرور نسين يعني سيد زي القاموس قاموس كيو كلاته أذنك هي أدينا أما أوركينا ديفي سنتر يا إذك عاوي ها ما ديفي سنتر وحواي شركة دواي أنا قفنا قاعد سمع وكردون مركة أب كان موحد جرت الشركات الانترناشنال اللي كاشت يعني سديد كوب صورتك شفنا هولير معها إن أفك الصومالية هل أب أكو سوكم ها ها ما هولير معها إن شركتنا ويجران محوها نلص حريري أو بوقت هذا محوها ندهن يعني بسوق الكرتين إن الصومالي كلينا ما هذا بوقت وحن سوق لنا سوا حلي بوقت وحن سوق لنا حبشة لقضاء عربي يعني وحنا عرقنا إن باهيك عبد الفتاح إمسى يوكو كوبين هاي إن ك موظفين هان أما متقنا أنت دت كان كود الشقيين سهوشن متهان أركينا إمسى دت كوي بدين دت بدنا محاها كجرا إن حجرا دت محاها بوك ببلشرس له بوقت هذا عن حسنه دخار دين عمارة تين كنا قاعدون دخار نقاعدون دين تكنولوجيا يعني ودور غفلان كناه وقتها قول ما لقي يا بمركز إنه ستوس أهل قلوا كتاب كان كتاب كلود أفيلبل والنقطة أدت كي يوقف أي ذكر عن أسئلة ما أكشي لحد بوا أفيلبل حواجها إن شقق خصوص عطى موجي وأفيلبل قفل بالس ودي كرتو آيفون أندرويد قف كهس بولس ودي كرا لكن مردو إنتن ما دام بيسنس هاو حكني جينا لعق فري هايت أذى لبسنا ستح سنة عمل أنت أنت جابيني الماركت كي وحولبه لكن هذا حكني جينا لعق إن شاء الله مردو waagartay in abd fatah ma ku koobnadiin oo kali ah in dadka patient ama dadka waayeelada ah sidoo kale waxa sameeyeen app waxa kale oo aad ii sheegtay oo aan wareysigi hor dhaca aha inkastoo aanan duubin aad igu wargelisay inaad sameeyaan wax liiraahdo app ilmaha oo youtube ka oo ay waxyaabo ay ka daawadaan halkaana كاس وان animation أو عيال كلوا تلاقي إن أفسو مالك سياح حاجة وبرنا ها ها ما كل شو قربها ها بس المهم أنا يقول ما قد اسم مركز جنا الكاس أسوق لسه نون تي في عليه نون تي في نون تي في ها إن مستقبل كده محرر أنا هيك ستها مصاب كده حوا إنه محا أبكينا أو ذكره إن أفريقيا دم سيد جنرال أنكو شيء وحوا أبكينا وحامو تلاقينا لقاها أفريكانكا إن لقاها أو يوروبيانكا كل يوروبيانكا أيه ويس سمستن أنا ما حربنا مركي إن لقاها أفريكانكا إن أبو سمستن أفريكانكا ها سيد اللقدو وسهلنا وسهلنا ها دكتي أو دياسبورا جو واتأكد سام مركي قار مركي لقاها إنترناشنال كا هذا لقدو جرمال كوكليته حجرت أب أنا كان قل هذا عن إم بدن إيجا ساعد إريا جلسة إنجليش وحليه exactly إيه قلنا صح حروق
marka adiga kan aad sheegay sidoo kale wax kale u sameeya anaga keenna wax uu sameeyay waxa waana ka akhrisan kartaa buugi waana ka dhageysan kartaa labadaba ha waaw kasi expansion kasta bas sabaxsi balaaran ha 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 sabaxsi balaaran as aska meesha xurantaan DB center sanadkii la asaas DB center waxa la asaasay adiga hal sano barka hor hal sano ha barnaamijkan project kan ma taqaanay kitab cloud goorma bilaaw kitab cloud waxa bilaawnaa adiga 3 sano ka hor sadex sano ka hor hadda waxaan wadnaa ilaa 3 goorma successful noqday hawshu adiga let's say hal sano ka hor amalu successful noqday waqti shaqadii sidoo abku shaqeynaa wixii oo dhan hal sano ka hor amalay bilaawatay laakiin asaaskii mar waxaan ku soo bilaawnay adiga 3 sano ka hor waxaan ka bilaawnay waxaan aragnay in ilmahan u baahan yihiin qurbi joogta meel ay luqadahooda ka dhigeysan karaan ama ka akhrisan karaan say good waatahay abd fitaah mataqana maxamed wuxuu kamid yahay dadka aqoonyahanada isla markaasna uu isku xilqaamay sidii jiilka Soomaaliyeed ama luqadda Soomaaliga loo aruri lahaa isla markaana loo gelin lahaa record ayuu kamid yahay marka aad eegtid gudahan Stockholm ama Sweden jaaliyadeedu waxay wadaan dadaal aad u farabadan hanbay hadii ahaato qaybta sportiga hadii ahaato qaybta sida jeedaba technology ama IT ama sida luqadda loo aruri lahaa iyo waxyaabo farabadan ugu dambeyn jaaliyadaha kale ee Soomaaliyeed ee gudahan ku dhaqan Europe waxaad soo jeedin leh waxaan soo jeedin lahaa yani hadaan is wada caawino meel waa gaari karaa waa wada shaqeynaha of course because waa soo wada baahan yahay marka waxaad leedahay jaaliyad walba ama Austria joogaan ama France ama Roma ama yani si ciyaalkina luqada u bartaan abkaana ab ayga loo sameey waaye mid qana ay u xisbaan wixii su'aal si toos way kuulu soo xiriiri karaan consultation absolutely yes everything hadal ma sa taaf taa adamo okay kusoo dhawaad mar labaad indoors stockholm adam sa